السلام عليكم، يا مساء الفل، وحلقة جديدة مع أسامة. وطبعا هنبدأها بأخبار النادي الأهلي وأهم أخبار النادي الأهلي والاستعداد لمباراة غزل المحلة إن شاء الله بكرة. الفريق خلاص هيبات النهاردة في أحد فنادق المنصورة، وبعد كده يتوجه لملعب المباراة مباشرة. عارفين مباراة غزل المحلة الملعب بيبقى له معانا آخر ذكريات اللي هزمنا في المحلة، إن شاء الله نقدر نفوز. والقائمة شملت مفاجأة، المفاجأة مش في عودة رامي ربيعة، لأن من وجهة نظري البديهي جدا في طريقة 3 4 3 رامي ربيعة يكون موجود في القائمة. المفاجأة هي عودة أو دخول كريم فؤاد القائمة، وهنا هيطرح تساؤلات ماذا يفكر بيتسو موسيماني. خلينا نستعرض القائمة مع حضراتكم. حراسة المرمى الشناوي لطفي شوبير، خط الدفاع ياسر هاني، أيمن بنون، معلول، ربيعة، كريم فؤاد، خط الوسط السولية أكرم ديانج، أفشة، تا، وليد، سليمان، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، ميكيسوني، وخط الهجوم شريف محمد شريف وحسام حسن. دي قائمة النادي الأهلي بكرة. وبعد خروج كهربا من القائمة، كهربا وجه رسالة تحديدا في الستوري لمحمد شريف وقال له بكرة في جول عالمي إن شاء الله، وشغل الشغل يا ابن البلد. طبعا بنتمنى التوفيق لمحمد شريف وبنتمنى التركيز من كهربا برغم خروجه من القائمة، لكن من الواضح ان هو ناوي يرجع للقائمة وناوي يقدم صورة مختلفة عن الصورة اللي واصلة لأذهان البعض عن كهربا. نتمنى اللاعبين كلها تكون في قمة تركيزها، ونتمنى التوفيق بكرة ان شاء الله للنادي الاهلي. ده بخصوص مباراة غزل المحلة. طبعا بخصوص مباراة المقاولين العرب، احنا لسه في احداثها، ويمكن انا بشكر جدا الناس اللي تواصلت معايا وبعتت لي رسائل وقالت لي كان شكلك مش مبسوط بعد مباراة الاهلي والمقاولين، والاول مرة من فترة طويلة لقيك بالشكل ده برغم ان الاهلي فايز. وقلت لهم للامانة الحقيقي يعني انا كنت زعلان جدا ان احنا مفوزناش باكتر من هدف، وزعلان جدا ان احنا كان في انانيه امام المرمى، وده الجانب اللي خصنا. الجانب الاخر انا كنت زعلان جدا من فكره اي خطا تحكيمي في شبهه مجامله او يعني استفاده للنادي الاهلي منه، ما كنتش حابب ده. ويمكن الكابتن سمير عثمان طلع قال ان الهدف هدف صحيح، جاد جريشه وقال ان الهدف هدف صحيح، ولكن الكابتن احمد الشناوي في جدال او في نقاش مع الكابتن سمير عثمان تاني يوم اكد ان الهدف سليم. وكمان الاهم من كل ده هي الرسالة اللي جت من خارج مصر تماما، وبالتالي انا بتكلم وانا في منتهى الاريحية، لان احنا بجد بقى اللي ما بنعرفش ننام لو الاخطاء التحكيمية يعني فلتت منهم واحدة كده وراحت لصالح النادي الاهلي. نسمع ميدو مع الحكم جالجر الخبير التحكيمي الانجليزي المتحدث السابق باسم لجنة الحكام في البريمير ليج. He's only onside played on by the defender's arm, and because a forward can't score with his arm, it's deemed that you can't be played onside by an arm. So therefore, it is correct. It still looks as though he's just onside, but he's not. I think it's a really good decision on field by the team, and it's a really good spot by the VAR to allow it, to give the offside, to allow the offside to be given. هو بيقول لي ان قرار الحكم وقرار الـ VAR قرار صحيح 100%. انا بشكر ميدو جدا برغم ان هو يعني كان مسمي البرنامج ريمونتادا، وقلنا دي فقره من فقرات الاهلي خط احمر فسماه ريمونتادا، ولكن انا بشكره جدا. واتمنى بقى من ميدو، ودي رساله لميدو، انت بتقدم في كثير من الاوقات اعلام مختلف، اتمنى الاستمرار على هذه الفقره، لان انت جيت الفتره اللي فات او الموسم اللي فات ليك كنت بتجيب هذا الخبير التحكيمي، فوجدت ان كل الاراء التحكيميه بتنصف وجهه نظر النادي الاهلي وبتوضح قد ايه النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي، ثم توقفت عن هذه الفقرة. اتمنى ان يستمر ميدو في تقديم هذه الفقرة حتى نهاية الموسم، عشان يبقى واضح جدا وشهادة واضحة جدا من خبير تحكيم انجليزي، وكمان من ميدو المعروف انتمائه بل وتعصبه لنادي الزمالك، عشان يكون شاهد على الموسم ده، لان احنا دايما في النادي الاهلي بنراهن على فكرة الاخطاء التحكيمية، ومتأكدين 1,000,000% ان نهاية الموسم هيكون النادي الاهلي الفريق الاكثر تضررا من الاخطاء التحكيميه. فبالتالي بطالب ميدو ان هو يركز مع الفقره دي يكمل نهايه الموسم. مش كده وبس، بطالبه كمان ان يعرض على جلجر كل الحالات، لان حاله طرد حمدي فتحي لم تعرض عليه. يمكن انت متفق معاه على عدد من الحالات، لكن اتمنى ان الحالات لما تكون في طرد وفي هدف وفي ركله جزاء تعرضها عليه. وللامانه عرض عليه لمسه اليد اللي كانت في نهايه المباراه، الكره اللي لعبها محمد مجدي قفشه بدماغه، وفعلا مش ركلة جزاء، وبنمشي مع رأي الخبير التحكيمي ده. لكن على الجانب الآخر، ودي نقطة مهمة جدا، ودي بقى الخلل في
نقل المباريات لما يكون مخرج المباراة متعصب لنادي بعينه. تعالوا نشوف إبراهيم مبارك والكابتن عصام عبد الفتاح بيتكلم عن الجدل اللي حصل في اللقطة دي، وصل لفين ومين المخطئ فيه والاحتمالات اللي واصلة لصاحب هذا الخطأ. نسمع كابتن عصام عبد الفتاح. طبعا الهدف تسلل 100% على مسؤوليتي الشخصية. يمكن هنا في الصورة اللي طلعت في التلفزيون هي الصورة الخاطئة، صورة واحدة اللي طلعت في التلفزيون وده كان خطأ، وهنشوف مين المسؤول عن هذا الخطأ وهنحاسبه إذا كان الفار أو الإبريتور اللي بيشتغل مع الفار أو مخرج المباراة. أعتقد لو جبنا الصورة الثانية، وده مش جايبه من بيتنا بس عشان الناس لا تقول إن أنا جايب الخط ده من بيتنا، المباراة بتتسجل، كل حاجة بتحصل في غرفة الفار مسجلة. هنا هتشوف المسافة قلت ولكن تسلل يا سيف. هو أنا ليه جايب الكابتن عصام عبد الفتاح؟ عشان أسمعكم حاجة أنا أكدت عليها جدا، إن هو قال الهدف تسلل 100%. فاكرين كابتن عصام عبد الفتاح لما كان طالع يدافع عن حكامه وهو مش مقتنع ان هو بيدافع عن حكامه في ركلة الجزاء ماتش الزمالك اللي تم احتسابها لنادي الزمالك عن طريق غطسة يوسف اوباما بعد دفع سيف الجزيري لمدافع فريق انبي؟ اعتقد طلع قال هي 50-50 يا سيف، لانه مقتنع داخليا انها مش ركلة الجزاء اساسا. لكن في ركلة الجزاء مباراة الاتحاد وسموحة قال 100% ركلة الجزاء، في كرة النادي الاهلي والمقاولين العرب قال 1000000% الكرة تسلل. والقصة ان في صورة تانية ظهرت، وهنا هيحاسب مخرج المباراة او الاوبريتور او حكم الفار. بالتأكيد حكم الفار كان قراره سليم، فاعتقد ان هو مش من مصلحته ان هو يطلع الصورة المغلوطة اللي اتعملت بشكل خاطئ في البداية. المفترض ان اللي وصل له الصورتين وهو مبارك ابراهيم مبارك المخرج المنتمي لنادي الزمالك المتعصب وشديد التعصب لنادي الزمالك هو اللي يتم حسابه. محمد نصر الدين لما تم تعيينه بالدور لمباراة القمة الدنيا هاجت وماجت ودخل 5 مخرجين بمن فيهم محمد نصر لنقل المباراة، لكن إبراهيم مبارك عادي جدا. ليه؟ لأنه حكم زملكاوي مخرج زملكاوي، ما كله بقى زملكاوي، فمخرج زملكاوي، واحنا من مصلحتنا ان يكون في مخرج زملكاوي متعصب نادي الزمالك. لكن اهلاوي اوعى، ده حرام، ما ينفعش، ده هيجامل، ده هيعمل، والعكس هو اللي بيحدث. لكن الكابتن عصام عبد الفتاح هنا ما بيتكلمش في ركله الجزاء، عشان بعد كده انا مش بحب استشهد بيه، لانه بيتكلم في حاجه لا تقبل وجهه النظر، في حاجه متعلقه بخطوط، خطوط هدف تسلل او غير تسلل. لكن ركله الجزاء لا، دي فيها شده، لا دي فيها زقه، لا ده اصل على حمدي فتحي شده من التيشيرت، لا ده معلول ضربه من تحت. كل دي وجهات نظر، فبالتالي وجهات النظر انا بجنب شويه الكابتن عصام عبد الفتاح. وحسن فعلا ان هو بيقول انا مش هطلع دافع تاني وهجيب متحدث اعلامي عن لجنه الحكام، لكن انا باخد الفقره بتاعت ميدو وباخد فقرة الكابتن احمد الشناوي، ده طبعا غير عدم الاستعانة بالفقرة الكابتن ناصر عباس لانه في قناة النادي الاهلي، فاعتقد الموضوع قتل تماما والنادي الاهلي تم ظلمه حرفيا في مباراة المقاولين العرب بعدم بطرد حمدي فتحي دون وجه حق، وده اللي دافع عنه بقى عصام عبد الفتاح عن حكامه وقال لك الطرد مستحق وقاعد يبرر فيها لان بقت تحمل وجهات نظر، فعشان كده قال الطرد مستحق. لكن كل خبراء التحكيم قالوا ان هو طرد غير مستحق. واعتقد اللي بيتكلم عن احمد الغندور احد الزملكاويه اللي قال لك هو احمد الغندور لازم يكون في الفار او في الساحه، اعتقد حاول تفهم وتفكر يا اخ عفت، لانك لا قادر توصل لمرحله من التفكير ولا قادر توصل لمرحله من الفهم ولا قادر توصل لمرحله من الوعي يقول لك ان الحكم ده وجوده كان له اخطاء ضد النادي الاهلي في المباراه اللي تواجد فيها، على عكس ما انت بتحاول تسوق وان الغندور حكم اهلاوي. اعتقد الغندور لا، واضح جدا اخطائه رايحه لكفه مين. نروح لموضوع تاني بقى وهو موضوع الساعه، او زي ما بيقول كده 48 ساعه في الزمالك. يعني ايه 48 ساعه في الزمالك؟ عوده مرتضى منصور. اللجنه الحاليه طلعت بيان وخلاص بتشكر الجمعيه العموميه، واعتقد بيانها واضح جدا ان هي بتقول انها تشرفت بالمهمة التي اسندت اليها وتأكد انها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة اعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة، واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم. كما تؤكد اللجنة انه مع انتهاء المدة المقررة للعملية تقوم بتسليم ادارة النادي للجهة الادارية لاتخاذ شؤونها مع كل الامنيات الطيبة للجميع.
بالتوفيق. طبعا دي اللجنه خلاص كان بيتقال ان نادي الزمالك هيديروا لجنه خلال وتدعو للانتخابات، لكن عوده مرتضى منصور عشان يكون رئيس نادي الزمالك اللي راجع قبل انتهاء مدته ب 48 ساعه عشان يكون قانونيا ان هو يدعو للانتخابات. هل هيدعو مباشره للانتخابات ثم يرحل او يدير الانتخابات؟ هل ابنه هينزل نائب على احد القوائم اللي داخله الانتخابات؟ كل دي تساؤلات هتجيب عنها الايام، لكن الواضح جدا ان عوده مرتضى منصور لن تكون طويله، لان مرتضى منصور حتى هذه اللحظه لم يحسم في بعض الملفات المتعلقه بالاموال العامه والقضايا الموجوده على مرتضى منصور، وما زالت الملفات مفتوحه، مما يعني ان الموضوع واضح جدا ان العوده من اجل وضع شكل قانوني لا يمكن الطعن فيه لدعوة انتخابات نادي الزمالك. ومن الواضح جدا ان رئيس نادي الزمالك القادم بالانتخابات هو الكابتن حسين لبيب. دي وجهة نظري، حاسس ان هو ده يعني اللي المفترض يحصل. ويمكن الكابتن حسين لبيب بعد مداخلة عمرو أديب الشهيرة توقف تماما عن الحديث في الاعلام، واعتقد ده شيء مش صدفة. فطبعا كل الأمنيات لاستقرار نادي الزمالك، خاصة لما يكون الاستقرار جاي من وزير الشباب والرياضة ومحاولة الحفاظ على كيان كبير في مصر وهو كيان نادي الزمالك. بالتأكيد ده بيرد بشكل قاطع جدا على إعلام نادي الزمالك اللي خرج في فترة من الفترات يعني يسخر من كلمة لا مساس بنادي الزمالك. أعتقد الأيام وضحت أن بالفعل لم يكن هناك أي مساس بنادي الزمالك، والتاريخ بيوضح أن دائما التدخل بيكون في صالح نادي الزمالك، ودائما الجمعية العمومية اختياراتها بتكون فيها أزمات إلا لما يتم الطرح شخص من قبل وزير شباب الرياضة على مدى العصور. يمكن الدكتور كمال درويش حقق نجاحات كبيرة جدا ما كانش مطروح من قبل الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بعد كده اختارت الرئيس الكابتن كمال درويش وحقق معهم إنجازات كبيرة، لكن في الأفق كده في رسالة غامضة أنا حبيت أعرضها عشان نشوف الأيام الجاية ممكن حد يتدخل ونرجع تاني لمرحلة الصراعات ما بين مرتضى منصور ممدوح عباس، ولا الموضوع مجرد تويتة وهتعدي. ودي تويتة ممدوح عباس ولها مش عقب عليها، هعرضها فقط لغير، لأنه بيقول أريد تفسيرا لعبارة أصلها جاية من فوق التي وصل بها الأمر أن تكون لبانة في فم وعلى لسان أي مسؤول في مصر الآن، حتى مسؤول الإدارة الوسطى من هم فوق؟ ما احنا كلنا أولاد آدم وحواء، واحترت من هم فوق ومن هم تحت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تعقيب بعد رسالة ممدوح عباس اللي للأمانة نزلها على تويتر، واللي هيدخل على تويتر لازم يبعت طلب متابعة لممدوح عباس عشان يقدر يطلع على رسائله، وبالتالي الرسالة دي تبعا لما نشر في موقع 24. نشوفكم على خير إن شاء الله، والأهلي دائما منتصرا، الأهلي فوق الجميع. بصوا سلام هتطلع بنفس راضية ازاي؟ سلام.